أخبار اليوم. حوالي 10 متهمين، 4 متهمين أساسيين، دول اللي هم بينزلوا على المصالح الحكومية والمستشفيات هنا في محافظة الإسماعيلية في منطقة العبور والشروق والعاشر من رمضان. فترة الصبح الناس بتكون بتقضي مصالحها في المصالح الحكومية، بيطلع ما بيلاقيش عربية. أول بلاغ جالنا من حوالي شهر تقريبا، أول لما جه المبلغ فحصنا فريق بحث، تم عمل فريق بحث تحت إشراف السيد مدير الأمن والسيد مدير مباحث المديرية اللي هو محمود خليل والعميد أحمد الشرقي رئيس مباحث الجنائية، والحمد لله بعد تلقي البلاغ يمكن 24 ساعة أمكن التواصل من وراء ارتكاب القصة دي. 4 متهمين، واحد منهم عندنا من هنا من منطقة المنشار دائرة مركز إسماعيلية، والباقي كله 3 متهمين معاه من منطقة الشرقية. الحمد لله تم تخفيف التحريات عليهم، والحمد لله تم استدراجهم وضبطهم. كان معاهم عربيتين مسروقين أول حاجة، وبعد كده بمواجهتهم واعترافهم بعد كده اعترفوا على حوالي 42 وقعة. تمام، دي اللي احنا وصلنا لمحاضرهم. في بعض الوقائع وبعض العربات احنا جايبينها كمان، التشكيل اساسا بيسرق، وبعد ما بيسرق بيغير ملامح العربية، يطمس الشاسيه والموتور بتاع العربية بحيث ان ما تتمسك بعد كده مع اي حد ما نوصلش الحمد لله احنا جايبين حوالي 30 عربية لغاية دلوقتي ومكملين. في متهمين، في حوالي 4 أو 5 متهمين هربانين من محافظة الشرقية، بيتم مطاردتهم وإن شاء الله نكمل وراهم ونجيب بيت العربيات المسروقة. أحمد بيه، كم واحد في تشكيل العصابة؟ 10 متهمين، 4 دول بينزلوا يسرقوا و6 اللي بيتصرف لهم العربيات وبيغيروا ملامح، بيغيروا ملامح العربية. كم عربية مستدلة على صاحبها؟ المستدلين على صاحبهم لغايه دلوقتي 30 عربيه، والعدم مستدل 12 عربيه، لسه ما زال البحث الجاري عليهم. وفي حاله عدم الاستدلال عليهم هيبقى الاجراء ايه؟ هو هيتم التحفظ عليهم وان شاء الله هنوصل لصحابهم، يعني ان شاء الله احنا معشمين في ربنا خير ان شاء الله ان احنا نوصل لصحابهم، طبعا عن طريق الاعلام. يعني هو اهم حاجه في القصه دي الترويج للناس لغايه دلوقتي. يمكن في 2 أو 3 دلوقتي كانت عربياتهم مسروقه قبل كده، جم برضو وبصوا على العربيات بس للاسف ما طلعتش منهم، وان شاء الله يعني نجيب بقيه العربيات ان شاء الله. هو التشكيل 10 وهربان 5؟ 10 طلع لهم، صدر لهم قرار من النيابه العامه بضبط واحضار، بس لسه لغايه دلوقتي ما ظبطوش. يعني نزلنا لهم اكتر من، انت عارف حضرتك التشكيل لما بيبقى كتير، فمجرد انك بتروحي الواحد والتاني والتالت فالباقي بيهرب. في مطارده معاهم دلوقتي، يمكن في ماموريه شغاله دلوقتي ان شاء الله، يعني لو في اي حاجه جديده هتظبط هنجيب من وراء عربيات ان شاء الله.